أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في باب عقده ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه بعنوان باب لولا أن الأئمة عليهم السلام يزدادون لنفد ما عندهم. الحديث الأول عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أننا نزداد لأنفدنا. الحديث الثاني عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بنفس الألفاظ: لولا أننا نزداد لأنفدنا. الحديث الثالث عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لولا أننا نزداد لأنفدنا. قال: قلت: تزدادون شيئا لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: أما إنه إذا كان ذلك عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم على الأئمة، ثم انتهى الأمر إلينا. الحديث الرابع عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: ليس يخرج شيء من عند الله عز وجل حتى يبدأ برسول الله صلى الله عليه وآله، ثم بأمير المؤمنين عليه السلام، ثم بواحد بعد واحد، لكي لا يكون آخرنا أعلم من أولنا. هذا الباب أيضا في علمهم عليهم الصلاة والسلام. والغرض بيان منزلتهم ودرء الغلو، لأن من طبيعة البشر أنهم يغلون في الصالحين، خاصة إذا رأوا منهم أمورا خارقة العادة، وخاصة إذا كانوا أموات. ولذلك غلت النصارى في عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. لماذا؟ لأنهم شاهدوا معاجز خارقة للعادة من عيسى عليه السلام، بدءا من ولادته بغير أب، ثم نطقه في المهد وهو صبي لا يتجاوز أيام 3، ومن بعد ذلك رأوا منه إحياء الأموات، ورأوا منه إبراء الأكمه والأبرص، ورأوا منه إخباره بالمغيبات وما إلى ذلك، مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم إن ذلك بإذن الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أذن إذنا تكوينيا بذلك، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي منح عيسى القدرة على ذلك، كما منحنا القدرة على بعض الأمور. نحن قادرون على بعض الأمور، أن نتحرك، أن نرفع بعض الأشياء، أن نتكلم، أن نصنع بعض الأعمال. هذه القدرة ليست منا، ولذا نقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. هذه القدرة منحنا إياها الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته فضل بعض أوليائه كالأنبياء والأئمة بأن أقدرهم على أمور نحن لا نقدر عليها، العادة جرت على أننا لا نقدر عليها، ولو كنا نقدر عليها لم تكن إعجازا لهم. الله سبحانه وتعالى فضلهم وأقدرهم على هذه الأمور، وهذه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذا عيسى عليه السلام في بدء ولادته عندما نطق ماذا قال؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ونحن نشهد بعبودية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله قبل شهادتنا برسالته، نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لكن كثيرا من الناس هؤلاء لا يتحملون ذلك فيغلون فيهم. لماذا غلا بعض الناس في أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الله سبحانه وتعالى أجرى على يد أمير المؤمنين علي بعض المعجزات الظاهرة لحكمة، كأنه مثلا أشار إلى الشمس حينما دنت إلى الغروب فرجعت إلى كبد السماء، فصلى صلاة العصر في وقتها. وكذلك في المدينة المنورة، لأن قضية رد الشمس حصلت مرتين، والبعض يسأل إذا الشمس ردت فهذا يستلزم اختلال نظام الكون. الآن الشمس إذا يتغير مسيرها نظام الكون يختل. والجواب على ذلك أن الرد كان معجزة منحها الله سبحانه وتعالى لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. والله حينما يريد الإعجاز يهيئ جميع أسبابه، والله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فلم يدع الاختلال يحدث في الكون، لأن هذا النظام الذي في الكون إنما هو نظام خلقه الله سبحانه وتعالى وقدره، وهو القادر على تغييره بدون أن يختل شيء من الأمور. وأيضا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مسيره إلى صفين مر على مكان أو مقبرة، فكانت هناك جمجمة فكلمها عليه السلام وكلمته، وتبين أنها جمجمة كسرى. ولذلك مجموعة من الناس لما رأوا هذه المعجزات غلوا، مع أنه كان يقول لهم ويلكم إني عبد مربوب لله سبحانه وتعالى. وهذا دأب الناس حتى الآن. أنت تشوف مثلا الناس بالنسبة إلى آبائهم الماضين، إلى أجدادهم الذين مضوا، يختلقون فضائل. لماذا؟ لأنه من طبيعة الإنسان ذلك. فلذا الله سبحانه وتعالى بحكمته جمع بين أمور. أولا من الحكمة كان تفضيل هؤلاء بالمعاجز، ثم كان من الحكمة امتحان الناس واختبارهم، ثم من حكمة الله سبحانه وتعالى أن منع الغلو، فلذا الغالي ليس له حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ليس لهم حجة. حينما مثلا تتكلم مع النصراني وتقول له إن الله قادر أن يخلق إنسان من غير أب، قل نعم، كما أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من غير أبوين، وهذا أعظم من خلق عيسى من غير أب. عيسى كان له أم، آدم لم يكن له حتى أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا عيسى له معاجز، وهذه استدعت أن يكون إلها كما يزعمون والعياذ بالله، أو ابنا لله كما يزعمون والعياذ بالله، فأيضا موسى أيضا له معاجز عليه السلام، نوح له معاجز، سائر الأنبياء لهم معاجز، والنصارى يعترفون بمعاجزهم، فلماذا أولئك لم يكونوا آلهة أو أبناء الله؟ لماذا؟ هذه حجة عليهم، ولذلك لا عذر لهم. فلذا في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحاسبهم ويعاقبهم، ولكن يبدأ بسؤال عيسى، هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جاره، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. الله سبحانه وتعالى منزه أن يرسل نبيا هذا النبي يأمر الناس بالشرك، الله منزه عن ذلك، والأنبياء منزهون عن ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم. فإذن بيان المعجزات هذا من حكمة الله أن منحهم بالمعجزات ورؤية تلك المعجزات، والله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم، الروايات ذكرت تلك المعجزات، ذكرت معاجز الأئمة عليهم الصلاة والسلام. من حكمة الله امتحان الناس، امتحان الناس من حكمة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أغلق الحجج على أهل الباطل. الله لو كان يريد أن يهدي الناس بالقسر والإكراه قادر على ذلك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، الله قادر على ذلك، لكن هذا خلاف الحكمة، والله سبحانه وتعالى حكيم، من حكمته أن يكون الإنسان مختارا لكي يتمكن من أن ينال المقامات العالية بعمله، ليتطور بالعبادة بالعلم بالعمل الصالح حتى ينال المقامات العالية. إذن فالله سبحانه وتعالى والأنبياء والأئمة بيّنوا ذلك، لذا تشوف في القرآن الله سبحانه وتعالى يذكر بعض القصص التي جرت على الأنبياء مما يعبرون عنه بترك الأولى، أو ما يعبر عنه بالتعبير الأصح بالأوامر الإرشادية التي خالفوها بتعابير شديدة، وعصى آدم ربه فغوى، إني يخاطب نوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لماذا هكذا تعابير شديدة بالنسبة للأنبياء؟ الله يبين في القرآن أنه اصطفاهم، أنه فضلهم، ولكن يركز على أنهم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. في آيات متعددة هذا المعنى تكرر، الأنبياء كانوا يقولون ذلك، يقولون نحن بشر لسنا آلهة. في الوقت نفسه الله سبحانه وتعالى يذكر ما يعبرون عنه بترك الأولى، ويستعمل عبارات شديدة أحيانا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهكذا آيات كذا. لماذا؟ حتى الإنسان يعلم أن هؤلاء بشر ليسوا آلهة، هذه مسألة مهمة جدا، لذا هذا التعبير الشديد. ولذلك كلما حاول بعض الناس الغلو اصطدموا بالقرآن، اصطدموا بالروايات، اصطدموا بالمسير العام للمسلمين. نعم حدث هناك بعض الغلاة في تاريخ المسلمين، لكن هؤلاء كانوا أقلية شاذة لفظهم المسلمون. الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا شديدي الكلام والمجابهة مع الغلاة، يطردونهم عن المؤمنين، يطردونهم عن الشيعة، يجاهرون بذمهم بتكفيرهم بالبراءة منهم، هذه الطبيعة البشرية في الغلو في الصالحين لا تطغى عليهم. إذا هذا اتضح نأتي إلى أحاديث هذا الباب وأمثال من الأحاديث. التفضيل بالعلم والتقوى. الأئمة عليهم الصلاة والسلام بيّنوا أنهم علماء والناس كانوا يعلمون ذلك، لكن يقولون إن علمنا مكتسب من الله سبحانه وتعالى، حتى واحد لا يغلو فيهم. يقولون إن علمنا الله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا إياه، تارة كما ذكرنا فيما مضى تعليم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني كان ينزل جبرائيل على رسول الله أو الله سبحانه وتعالى مباشرة يوحي إلى رسول الله العلوم، ورسول الله صلى الله عليه وآله علمها أمير المؤمنين عليا، وهكذا من إمام إلى إمام، السابق يعلم اللاحق. هذا نوع، ولكن بالنتيجة يصل العلم إلى تعليم الله سبحانه وتعالى. وتارة كما ذكرنا في ليلة القدر الملائكة والروح ينزلون على رسول الله ومن بعده على الأئمة عليهم الصلاة والسلام، إمام كل عصر تنزل عليه الملائكة والروح ويبلغونه الأمور التي ذكرت في الأحاديث الماضية. هذا علم من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا بإلهام من الله سبحانه وتعالى. الإلهام من الله سبحانه وتعالى أيضا التحديث، مثلا نقرأ في هذا الحديث سئل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كيف يزداد الإمام، فقال منا من ينكت في أذنه نكتا، يعني هذه طريق الإلهام، ومنا من يقذف في قلبه قذفا، يعني أحيانا بالتحديث أحيانا بالإلهام، ومنا من يخاطب، يعني الله يخلق الصوت ويسمع الصوت كما سمع رسول الله الصوت في المعراج. في حديث آخر إن منا من يعاين، يعني يرى الملك، وإن منا لمن ينقر في قلبه كيت وكيت، ومنا من يسمع بأذنه وقعا كوقع السلسلة في الطست. فقلت من الذي يأتيكم بذلك؟ قال خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل، لعله الروح. تنزل الملائكة والروح، وهناك باب سيأتي إن شاء الله حول روح القدس التي هي مع كل إمام عليه الصلاة والسلام. زين، فالإمام يبين أنه إحنا نزداد علما، لأن العلم كما ذكرنا لا نهاية له. الله سبحانه وتعالى علمهم كل شيء، ولكن العلم لا نهاية له فيزيدهم علما، من جملته في ليالي الجمعة. في الحلقة الماضية بينا ذلك، في ليالي الجمعة أرواحهم تعرج إلى العرش، تطوف حول العرش، تصلي عند قوائم العرش، ثم الله سبحانه وتعالى يعلمهم علما مستفاد. الإمام يقول ولولا ذلك لأنفدنا، يعني انتهى علمنا. وقد ذكرنا معناه بأن الإنسان عندما يتعلم، وقل رب زدني علما، إذا تعلم هذا اليوم زين علمه يوصل إلى درجة، في اليوم الثاني إذا تعلم العلم يزداد، لكن في اليوم الثاني إذا لم يتعلم العلم يتوقف. شايفين بعض الأحيان الإنسان كل يوم يطالع يدرس، بكل مطالعة بكل درس يزداد علما. يوم جمعة مثلا أو يوم عطلة يقضيه في غير طلب العلم، في الاستراحة أو في الترفيه أو في النوم أو فيما إلى ذلك، تشوف ينقضي اليوم وعلمه متوقف على الحد الذي كان عليه في اليوم السابق. فالإمام يقول لولا أن الله سبحانه وتعالى يزيدنا علما لأنفدنا، يعني وصل علمنا إلى درجة خاصة لا يزداد، ولكن الله سبحانه وتعالى باستمرار يفيض عليهم العلم. زين، في الحديث الثالث زرارة وهو كان من فقهاء أصحاب الإمام، طبعا بين قوسين نذكر أن زرارة في شبابه هو وإخوته وأخته، له أخت وحيدة، لم يكونوا من الشيعة، كانوا من العامة، ثم أختهم اتبعت طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وصارت سببا في أن يلتحق أكثر الإخوة بطريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. زين، في بداية أمره طبعا استوى متشيع لا يعرف كثيرا من الأمور، لكن بالتدريج درس عند الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وتعلم وتعلم وتعلم. الرواسب التي كانت في ذهنه من أيام اللي لم يكن من أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالتدريج زالت، فأصبح من كبار فقهاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ليس هو فقط، بعض كبار أصحاب الأئمة هكذا كانوا. مثلا هشام بن الحكم مر في باب التوحيد. هشام بن الحكم كان عاميا وكان مجسما، يعني يعتقد بأن الله جسم والعياذ بالله، لكن الله سبحانه وتعالى هداه على يد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك تعلم بالتدريج المعارف. أحيانا كان يخطئ، الإمام ينبهه، إلى أن أصبح من كبار المتكلمين. فلما صار هكذا أذن له الإمام بالكلام. زين، زرارة يسأل سؤال، هو يعلم أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علمه رسول الله صلى الله عليه وآله جميع علمه، يعني جميع العلم الذي أوحاه الرب سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله علمه الرسول أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام في طوال الفترة التي كان أمير المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وقبل رحيله أيضا ساره وعلمه جميع العلوم. زين، بعد وفاة الرسول ورحيله صلى الله عليه وآله مسموما ليلة القدر مستمرة، الملائكة والروح كانوا ينزلون على أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ويعلمونه، يعني الله سبحانه وتعالى يعلمه عن طريقهم علوما جديدة. فهل هذه العلوم الجديدة لم يكن يعلمها رسول الله ولا يعلمها رسول الله؟ هذا لا يمكن. فكيف نجمع بين أن رسول الله علم أمير المؤمنين جميع العلوم التي كان يعلمها، وبين ازدياد علم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في ليالي الجمعة وفي ليلة القدر؟ ولو كان أحد أعلم من رسول الله لكان أفضل منه، مع أنه من المعلوم أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله هو أفضل الخلق أجمع. فكيف نجمع بين هذين الأمرين، أن الرسول علم جميع علمه وأيضا أن أمير المؤمنين يزداد علما، وهكذا من بعد أمير المؤمنين سائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام. هنا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في الحديث الثالث، والإمام الصادق في الحديث الرابع، يقول أن أي علم أراد الله سبحانه وتعالى تعليمه الإمام أمير المؤمنين، ومن بعده الإمام الحسن، بعده الإمام الحسين، وهكذا أراد تعليمهم، أول شيء الله يعرضه على رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الرسول صحيح فارق هذه الحياة، ولكنه له حياة برزخية. ليس الرسول صلى الله عليه وآله فقط، وإنما جميع الموتى الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون، جميع الموتى أيضا لهم حياة برزخية، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لذلك الموتى المؤمنون منعمون، والموتى كفار معذبون بعد موتهم. الموت بمعنى انتقال مرحلة إلى مرحلة أخرى، ينتقل من مرحلة الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية، وبعد البرزخ ينتقل إلى الحياة الأخروية. فلذا رسول الله صلى الله عليه وآله حي بحياة برزخية. فالله سبحانه وتعالى أول شيء يعرض ذلك العلم على رسول الله صلى الله عليه وآله فيزداد علما، ثم يعرضه على أمير المؤمنين، ومن بعد أمير المؤمنين يعرضه على الحسن ثم الحسين، وهكذا. يعني في هذا الزمان الله سبحانه وتعالى في ليالي القدر يريد أن ينزل الملائكة والروح على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ليزيده علما. أولا هذا العلم يعرض على رسول الله، ثم على أمير المؤمنين، ثم على الإمام الحسن، ثم على الإمام الحسين، ثم على الإمام زين العابدين، وهكذا. وفي المرحلة الأخيرة يعرض على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لماذا؟ في الحديث الرابع الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: لكي لا يكون آخرنا أعلم من أولنا، مع أن الأول أفضل من الآخر. يعني أفضل المعصومين هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وأفضل الأئمة أمير المؤمنين من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم الإمام الحسن، ثم الإمام الحسين. هؤلاء أصحاب الكساء أفضل من سائر الأئمة. فلو كان للأئمة اللاحقين علم ولم يكن هذا العلم لهؤلاء، فالأئمة اللاحقون سيكونون أفضل من الأئمة السابقين ولو في هذا المقدار. والله سبحانه وتعالى لما فضل رسول الله ما أراد لأحد أن يكون أفضل منه، ولما فضل أمير المؤمنين على سائر الأئمة ما أراد أن يكون أحد من الأئمة أفضل منه، وهكذا. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعرض هذا العلم عليهم ثم على سائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لكي لا يكون آخرنا أعلم من أولنا. زين، نحن الآن علمنا بأن رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله، وأن أمير المؤمنين عليا عليه السلام، وأن الأئمة هؤلاء لهم علم جم، لكن هذا العلم الجم بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعلم بذلك فلذا نتبعهم. الإمام أمير المؤمنين أحق أن يتبع وهو العالم، أم غيره أحق أن يتبع وهو الجاهل؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقد قال رسول الله في أحاديث متواترة بيّن أن أمير المؤمنين عليا أفضل من غيره لأنه أعلم من غيره. أقضاكم علي، أعلمكم علي، أنا مدينة العلم وعلي بابها. علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح من كل باب 1000 باب، فتعلم فضله فتتبعه، ولكن في الوقت نفسه لا تغلو فيه. ولذا هناك كلمة مروية عنهم عليهم الصلاة والسلام يقولون: نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. نزلونا عن الربوبية يعني لا تغلو فينا، هذا ممنوع. وقولوا فينا ما شئتم، طبعا قولوا فينا ما شئتم مو معنى أنه اكذبوا اختلقوا، لا، قولوا فينا ما شئتم هذه عبارة مجازية يراد بها إن فضلنا كثير جدا. أنت ترى شيئا جميلا تقول هذا الشيء جميل، قل في وصفه ما شئت. يعني شنو؟ يعني هذا بيان لجمال هذا الشيء بحيث أنه الأوصاف تضيق عن بيانه. فضل الأئمة كثير جدا يضيق البيان واللسان عن بيان ذلك الفضل، ولكن ليس معنى ذلك أن واحد يختلق أو يكذب عليهم. نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفتهم ولاتباعهم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.